صراحة الشان التنظيم كان جيد في مستوى ونتمناو ان شاء الله نربحو وتزيد الفرحة اكثر حيت كان صداع في تيران ما قدرناش نقطعو تما جينا هنا قطعنا في السيج يعني هذا المشكل ديال السيرفور ديال السيج خصو يتعاد فيه النظر صراحة ودابا انا مثلا انا كنكون بعيد واش غادي نهبط للتيران خصني دار يعني السيت واحد بلاتفورم اللي مزيانة اي واحد كيسهل على الناس يقطعو ولكن كيتبروك في الانترنت كانت الامور مزيانه قطعنا في الانترنت بسهوله بالنسبه للتنظيم راه كازا ايفنت غادي تاخذ واحد الدرس في التنظيم اللي عطاتو للجامعه ومن هذا المنبر كنتمناو من الجامعه بانها تقلب لنا على شركات ديال التدبير المفوض بالنسبه بالتسيير ديال الملاعب من جهه اخرى كنبغيو نشكر السلطات الامنيه اللي كانت كتقوم بالواجب ديالها وشكر خاص للسيد القجع اللي تبارك الله وصل الكره المغربيه لمستوى كبير. واش نقول لك اخويا ليبي ما كاينينش، جينا البارح جينا الصباح قال لك راه تباعوا وليبي وصل واحد الثمن خيالي، يعني كيوصلوا حتى ل 100 درهم 150 درهم واحد الثمن اللي هو خيالي، لان يعني هذوك الناس ديال الشركه المفوضه ديال الدار البيضاء هنا اللي مكلفه بليبي خصهم يتقوا الله في هذا الجمهور ويتقوا الله في هاد الناس ديال الجمهور بصفه عامه، لا الجمهور ديال الوداد ولا الجمهور ديال الراجل، لان هاد المشاكل هادي خصها تحيد. لان هاد المشاكل هادي ديما كنتخبطوا بها، تخبطنا فيها في العصبه ودابا كنتخبطوا بها في الفينال ديال السوبر، يعني حرام توصل البيه بهذاك الثمن خيالي والانسان كيجي هنا وباقي الله النهار الاول ديال البيه وكيكون لي كارني ما كاينينش، يعني هنا كيكون كيطرح تساؤلات بزاف. فهذا كنوجه رساله للناس ديال الجامعه ولا الناس اللي مكلفين بهاد الشركه المفوضه انهم يشوفوا من الحاله ديال الجمهور هذا، يعني جمهور متعطش وجمهور كروي، يعني كفانا من هاد المشاكل هذه تبقى تكرر يوميا وكل سنه.